بكرة النهاردة مع إيهاب صالح، كل يوم اثنين واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى يوم الأربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 4 العصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام على كيفك. كل أغاني التمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. كيكو يا كيكو، انا عندي مشكلة شوية. اوكي. ده انت كلهم نفس الانرجي، نفس التون، نفس كل حاجة، نفس الروح، نفس كل حاجة مع اختلافهم الشديد. يعني برنامج بكرة النهاردة مختلف 180 درجة عن برنامج أستاذ إبراهيم عيسى، عن برنامج الشيخ رمضان عبد المعز، عن برنامج أو عن نجوم الكاسيت. كل واحدة بمود، كل واحدة بطريقة إلقاء، وكل واحدة بشكل حتى مذيع. كل الحاجات دي انت كان لازم تحطها في اعتبارك علشان كل واحدة منهم تقولها بطريقتها. اوكي. فانا حسيتك مونوتونك شوية، يعني كلهم شبه بعض. تقطيعة نفسك كان فيها شوية مشاكل. تقطيعة الجمل قصدي، يعني ان بس ده مفهوم أوكي. جدا. خلي بالك احنا عارفين، احنا الثلاثة واي حد قاعد هنا اكيد عارف انه في جزء من التوتر بياخد من الناس، مفيش مشكلة في ده. بس في حاجات بتبقى مهمة جدا ما فيهاش توتر. انا ما عنديش مشكلة ان انا ابقى فاهم انك متوتر، ده طبيعي، بس قصدي انه ده انا حسيت انه الاربعة شبه بعض بالنسبة لك. الاربعة انت قلتهم بنفس كل حاجة. اوكي. يارا انا مع كريم تماما. دي اول حاجة كنت هقولها. الفرق الوحيد ان خير الكلام كان ابطأ. يعني بس يعني ما حسيتش أهدى. مش يعني مش قطع حتى هو اهدى بس في ال... وكلم بالراحه يعني فاهم، ويعني وحساك بقى بعيدا عن البرومو ده الباقي انت بتتكلم بسرعه قوي. يعني نجوم الكاسيت انت كنت سريع جدا جدا فاهم. يعني ما ينفعش البرومو يبقى كل اغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكر، يعني فاهم قصدي ايه. دي حاجه. لا لازم الاداء الصوتي بتاعك لازم يختلف شويه، الروح بتاعته تختلف، ودي سهله على فكره مش صعبه. يعني زي لما بتتكلم حد من اصحابك. صح. حد وانت مبسوط له هتبقى مبسوط له قوي، حد وانت حاسس انه متضايق هتبقى صوتك فيه، فاهم قصدي ايه. نفس الحاجه في البروموس، وبرضو مع اختلاف الاشخاص اللي انت بتكلميهم. يعني انا لما اكون بكلم مثلا جدي غير لما اكون بكلم عيل صغير، غير لما اكون بكلم يعني فاهم قصدي. فهي فيك، هي موجوده، فاهم قصدي. يعني دي الحاجه، يعني انت محتاج شغل كتير، لان انا حسيت انه لا يعني صوتك فيه بحه لطيفه عجباني ومميزة، هتتعرف ما بين أصوات في أوز كتيرة، بس كفي أو بقى لا محتاج شوية شغل حلوين. يعني مش هزود كتير عن اللي قالوه كريم ويارا، فلات جدا. فكرة تغيير الصوت في نجوم الكاست اللي انت عملتها ان احنا مش بنعلي صوتنا. أوكي. يعني ان انا غير في تون صوتي او في الدليفري اللي انا بشتغل بيه مش معناه ان انا علي صوتي او اوطيه. يعني انت عملت ده في خير الكلام فرحت موطي الصوت شوية، وجيت في نجوم الكاسيت عليت الصوت، مش هو ده الاداء طبعا خالص. سؤالي بس الوحيد يا نادر، وهو سؤال وجودي ممكن ما تجاوبش عليه، طول الحلقات اللي فاتت انت احنا سألناك انت كنت تفرج، قلت كنت بتفرج ومتابع وشفت زمايلي كلهم، ما حاولتش تاخد لفة سريعة على البرامج كده البروموهات؟ ما هو ده فقرة ثابتة، فاهم قصدي ايه؟ يعني لا. اخد لفه كده، يعني هقعد النهارده النص ساعه دي هجيب البروموهات واسمعها، او يعني طول ما انا في العربيه رايح الشغل راجع من الشغل هركز مع البروموهات. بص هو انا بصراحه ركزت بس الاربعه دول ما جوليش اصلا. يعني الاربعه ما شفتهمش. لا بس هي ما لهاش علاقه بانك شفتهم قبل كده ولا لا، هي ليها علاقه بالمبدا، فاهم قصدي. يعني يعني مثلا يوسف الحسيني هو واحد من اشطر الناس اللي بتعمل فويس اوفر، بس هتلاقي في كل برنامج او كل برومو منهم
بيقولوا بطريقه. لو هو قال الاربعه دول قدامك دلوقتي هتحس ان ممكن لو غمضت عينيك تقول ان دول مش نفس الشخص. مش هقول لك اربع اشخاص بس، ممكن يبقوا اتنين، ممكن يبقوا ثلاثة. بس قصدي انا لو سمعتك وانا مغمض ده انت نفس الشخص بنفس كل حاجه، بنفس حتى رياكشنات وشك، كل حاجه هي هي، ما كانش فيها روح. ماشي طيب. طب الواتساب، انا عندي سؤال في الواتساب. الواتساب طبعا هو يعني اغلب المتسابقين الحقيقه مش نادر، بس بيبقوا يعني دافعين كتير لاصحابهم، مجانين اصحابهم. لا وفي منهم بيبقى دافع بزياده لدرجه ان تلاقي حد مثلا بعت للمتسابق رقم واحد لسه ده لسه فلوسه لسه فلوسه ما خلصتش. بس في ناس كتيره الرقم نادر ده الرقم الاخره 811، الرقم الاخره 0100 نادر صباح الخير رقم 7، في كمان رقم الاخره 0013 بجد بعت لك بيقول لك يا نادر بالتوفيق، ده بجد مساء الفل عليك يا بجد، ده اول كان اول متسابق معانا. الرقم الاخره 291، الرقم ده بيبعت لكل الناس، انت عارفه ها؟ استنى بقى عشان هو لا هو دي او دي ولا ده هنعرف دلوقتي. دي نوره عفيفي، يا نوره هي كانت بعت لبجد وما زالت بتبعت لبجد لحد دلوقتي. أوكي. طيب يعني تمام.